النهارده معانا رئيس هيئه ملاعب الدوري الاصلي. المشاهدين بيسالوا ايه اخبار الملاعب عندنا. انا عارف ان الناس بتشتكي من النجيله والنقر. تعرف ان النقر دي هي اللي بتعمل الاثاره في الماتش؟ يا سلام. طبعا ده تمرين للعيبه. الكره تبقى جايه لك كده تيجي كده. امال احنا بناخد كاس افريقيا ازاي؟ احنا بالنقر. يا ريت نفتح مخنا شويه يا جماعه. يبقى نفتح بيبسي طول الدوري. هي ناس الورد دي بتعمل ايه؟ بتركب الغاز. غاز اعملي نقره هنا يا ابني. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان.